أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. في الأيام ديال الطفولة والزمن الجميل كل واحد فينا كان عنده حلم، كاين اللي الحلم ديالو جابير وتخا، وكاين اللي الأحلام ديالو الغرفة الغربة ها الغرب، وكاين واحد ناو حماق مار قال له ما كتعرفوا والو الرئيس وكيل الملك العام. وبلا ما نطول عليكم خليونا نشوفوا الاحلام ديال المغاربه. واحسن موطع نقدروا نجبروا فيه الاحلام هو الحجر الغنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. عسقسك شنو هو الحلم ديالك ملي كنتي باقي صغير ايام الطفوله؟ انا ملي كنت باقي صغير كنت كنحلم راسي نكون مخزن. مخزن وصدق توفاق ديال ربي سبحانه وتعالى. اه واللي كنت من الحلم ديالي فيه وفقوا لي الله سبحانه وتعالى. رجعتي مخزن؟ ما ترجعت الامن الوطني. يا دابا سينا في الامن الوطني. الامن الضابط الامن الوطني الممتاز. سينا دابا امن ضابط الامن الوطني الممتاز. يعني قدرتي تحقق الحلم ديالك؟ حققت الحلم ديالي. تقاتلتي عليه؟ تقاتلتي عليه وشحال تكرفصت عليه ومرات وبزاف د الحاجات باش وصلتنا هذا النيفو هذا. اش من النيفو دابا عندك؟ النيفو بانك. بانك؟ بانك. واش باك ولا بانك؟ بانك. باك باك وانا قلت لك بانك باك بانك. سينا فوقاش رجعتي ضابط؟ انا من كنت في 2016 ضابط ممتاز. ضابط ممتاز دابا عمل رئيس وكيل الملك العام. دابا رئيس الحالي والسابق والآبد. السابق والحالي والآبد. زول السابق زول السابق من الآبد ولا أحد. دابا الآبد ولا أحد. دابا سينا هو رئيس هو رئيس وكيل الملك العام. رئيس وكيل الملك العام يعني وضابط وضابط ممتاز سابقا. عندي جد الوسامات. ضابط الأمن الوطني ممتاز. الثاني ما كملت العام رئيس محمد السادس نصره الله وإياده أعطاني الوسام ضابط رئيس وكيل الملك العام الثاني. ملي كنت صغير كان الحلم ديالي هو نمشي لاوروبا ونتزوج قورية ونشري طونوبيل ونشري دار. الحلم ديالي كان هو اوروبا. الحلم ديالك قورية؟ قورية. حنا في الموضة ديالنا ملي كنا صغارين كنمشيو للبلايا ندبروا الانجليزية كنعيطوا لها قطيوطة قطيوطة باش نطلعوا بحالنا. وهي اللي عملت انا دبرت قطيوطة شدنا الانجليز فهمتيني. ما تفاهمتش مع الانجليز ديك العالم هذاك ما دوزتش فيه بزاف. جيت حالي اسبانيا عاود ديت قطيوطه في اسبانيا. قطيوطه عين زرق ولا خوضه؟ لا هذيك عين رمادية اندلوسه. اندلوسه لا اسبانيا ولا كيتشابهونا. عاود جوز اسبانيا ضربت معاها سنين تزوجت معاها في الكنيسه تزوجت معاها في الكنيسه الاسبانيه. وعيش معاها واحد السنين ولا سبع سنين عاوني تفارقت معاها مشيت فحالي لبرشلونه عاوني تعيش في برشلونه. جيت مالاقا ولدت مع مغربيه ودخلت هذه واحد 10 سنين باش ندخلت ولادي كيقراو العربيه كيقراو هذا كيقراو هذا. ودابا كنقول ان شاء الله بقى واحد العامين ولا عامين وساعه نرجع بحالي. شوف شي خطيوطة عاوني؟ لا دابا راك عليها مقطوط. دابا شي بقيره شي بقره شي بقيره الحليبه والجبينه والزبيده والسمينه. دابا شي بقيره وليدي ولا شي عاود نركبوا عليا توزني توزني انا والثقل ديالي. بعش طوماطيشه تكون بيا شراي. هذا هو الحلم ديالك يعني كتقرا ولا ما كتقراش؟ كنقرا. ملي تسالي القرايه ديالك شنو خصك ترجع؟ نبيع الشطوم. صافي هذا هو الحلم ديالك. انت باقي صغير. خو بغيت نرجع بيلوت اخا. بيلوت؟ اي والله. ترجع طيار. طيار. يا وفين وصل هذا الحلم هذا؟ حنا باقيين ماشيين فيه اخا وحنا كنقراو. باقي ما طارش بهذاك. باقي حنا باقيين في الارض. وفوقاش عطير؟ اعلان. الى جا الايام. وفي نظرك تقدر تحقق هذا الحلم هذا؟ ان شاء الله نحققها. يا كتقرا مزيان؟ كنقرا مزيان اخا. يا واخا اللهم يسر الله يوفقك. كنفكر نهاجر للغرب. الدراري كاملين في شي حاله يعني كاصنا حنا يمشيو في حالنا فهمت؟ صافي هادشي اللي كان. يعني ملي كنتي باقي كتقرا واخا هذاك ما كانش عندك شي هدف توصل له مثلا شي منصب شي حاجه ترجع شي استاذ شي مهندس شي محامي؟ فين هاد القرايه اللي قرينا باش واش هما كيقريونا واش كتهضر النساء؟ واش المجتمع مقود البيئه اللي عايشين فيها ما تخليكش تسمى هذاك اللي خصك تسينا واش فهمت؟ يعني بنادم يهاجر وتسمى عاد يفكر في الحلم ديالو ولا يفكر في المستقبل ديالو. واخا سيدي ملي غتهاجر شنو غيكون الحلم ديالك ملي غتهاجر؟ ديك الساعه نشوف غيكونوا بزاف بالاهل. قيل لي ايش يا حلم ايش يا حلم واحد؟ يعني شنقول؟ اي قول كون رجل اعمال نكون مدبر على راسي في الشركه ديالنا حنايا وفي الطونوبيل مداخمين معاك. علاش هادشي هذا؟ هادشي هذا ما تقدرش يزعمو في المغرب. هادشي هذا ما تقدرش يزعمو في المغرب. ايوا ما تقدرش يزعمو. ما كايناش شي اللي يعاونك ولا
واش فهمت اللي يساعدك في هادشي هذا؟ كاين اللي يدمرك يزيد يغرقك ويزيد يستمع عليك باش يشوفك مقاود، هادشي اللي كنعرفو هنايا. اما اللي يعاونك باش تحقق الحلم ديالك واه كيناش واه وما احلام اخاوي ديالي. شكون هاد احلم؟ كنعرفها ساكن في الجماعه والله. حلم الحلم ديالك ملي كنت باقي صغير شنو هو؟ كان حلمي نقرا خاوه ونكون انا شاور شي اجازه وحق ما اربع سنين في السبعه يعني شنو اسمي بعيد. لا الحلم ديالي مكراتشي نكون شي مخازنيه وبحال اللي كيشبرونا حنا خصنا نشبروهم دابا فينا. يعني كخاصني نقرا وهادي ونولي يعني كمساعد الدوله وهادي فهمتي يعني تخدم في الدوله. اه خدام دابا نتمنى والله يعيش شويه جاب الله العمر. شنو كنقول الحلم ديالك هو تموت دابا ويجاب الله العمر واخر حق شي دار للولاد والاسر. يا يعني قبل ما تموت الحلم ديالك قبل ما تموت تلحق شي دار شي دار للدراري صافي. اوكي صغير الحلم ديالي وانا وصلت الدراسه كنت خارج شي استاذ ترجع شي استاذ. كان عندي فهمتي الحلم ديالي وين نكون شي استاذ. شي استاذ ايوا شي من ماده اعدادي. ها اعدادي اعدادي. الحلم ديالي ملي كنت باقي صغير باغي نطلع للغربه. فين عندك كانت حالك؟ اسبانيا. لا فاين واش ايطاليا؟ فيزا على حساب الشركة. على حساب الشركة يعني هذا هو الحلم ديالك؟ هذا هو الحلم ديالي. الطفولة الحلم ديالي هو الغربة. ها هذا هو الحلم وهذا الحلم ديالي شريك. وملي كنا صغارين كان الحلم ديالنا ترجع أستاذ طبيب بوليسي شي حاجة والو حتى حاجة من هذا والو شريك. يا باش نرجع بوليس الله يرحمه يما كاخا واش اللي خلق في حومته كيولي بوليسي شنو غيرجع؟ شنو غيرجع؟ خو تي نعرف شنو يرجع. احسن بورتيرو هذا هو الحلم ديالك ملي كنت باقي صغير. ملي كنت باقي صغير شنو احسن بورتيرو كيعجبك اللي ما كرهتيش تكون في حاله؟ في المغرب ولا في العالم؟ في كل شيء. تير ستيغن هو الحلم ديالك؟ اي من الطفوله الخاوه يندوا الوالده العمره الحاج. يعني شنو كنت باغي تكون يعني الحلم ديالك تينا مثلا؟ شنو كنت باغي نكون؟ أغي نكون الخوا أي دا كوايري. كوايري بحال اش مثلا شي كوايري بغيتي تكون بحالو؟ أي دا بحال نايمار أي دا كنت باغي نوصل شي حاجة في الكرة. كرة؟ أه إيوا ما تبعتش شي لاعب إذا كنت كان كيعاجبك تفرج له؟ كان تشيكي توك كان خواني توك كان اللاعب مدخل. سنقول لك يا ركب بيكالا نشري بيكالا باتينيس سينا كسهره في الحلم اي واحد ملي كان باقي صغير وصافي سينا كسهره. وملي كبرتي تحقق لك هذا الحلم هذا؟ هذا سنقول لك ما تحقق ليش يتحقق الخاوه وفي الغربه كذبش عليك كنشريها له الوالده ما انا والو. الحلم ديالي انا كانت هي الغربه وملي كبرت تبدل الحلم شي شكل فهمت كاس عندي كان نغرب ونعيش تما فهمت مع وملي ماتوا الوالدين ديالي صافي ما قاس عندي لا غربه لا الغربه هي الارض. كنت كنحلم نكون شي استاذ. شنو السبب اللي ما خلاكش تكون استاذ؟ الاسباب اللي ما خلوني انني انحرفت على الطريق الرئيسيه اللي كنت ماشي فيها واتجهت اتجاه خاطئ. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الاحلام ديال المغاربه. خليونا تتم الاحلام ديالكم في التعاليق. كان معكم ايوب جباري نتلاقاو في موضوع جديد وفيديو جديد ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.